طبعا مبسوط النهارده ان انا موجود هنا في الفيوم. مشروع مهم جدا شركه كوكاكولا. انا شايف ان هي من الحاجات الرائعه اللي انا بشوف ان في شركه كبيره زي كوكا انها تبص على الجانب المجتمعي والجانب الرياضي، هو انها تعمل ملعب في منطقه بعيده جدا عن القاهره، تروح الفيوم جوه الفيوم في ثلاث في الفيوم. انا بحب الحاجات اللي يبقى فيها اهتمام بالمجتمع اللي انت عايش فيه، انك تحس بالمجتمع عايز ايه ومحتاج ايه وتشتغل في حاجه هي مش شغلتك، ولكن انت شايف ان الناس